هاي جايز، ويلكم باك تو لوليا شانل. اليوم كمان صورت لكم مكياج لرمضان للفطور للسحور. صورته هالمره كثير ناعم، استعملت الالوان البيربل وهيك. اذا حابين تشوفوا كيف عملت هذا اللوك خليكم عم تحضروا. حبلش استعمل برايمر من تاتشا قبل ما احط الفاونديشن. وهلا بعده رح استعمل فاونديشن من استي لودر دبل وير. هستعمل كونسيلر شيب تيب تارت. هثبت مثل العادة بالباودر من لورا مرسيه. هعلم حواجبي من انستازيا بروز. هلا هبلش بالعيون. هبلش بالقلم من لوريال، بيجي لون بني. هاطلع من فتحة عيني برو، كيف كأنه عم تعملوا ايلاينر. وبعدها رح بلش اعبي هون شوي، بخلي التركيز بس على الطرف. بشيدر براش بتجي هيك صغيرة، هبلش ادمج الطرف. رح بلش ادمجه لجوا بهالطريقة، وهعلم هيك شوي الكريس من هون. بعدها هاستعمل هيدي الباليت من ماك. هاستعمل هيدا اللون اللي بيجي على باذنجاني غامق، حطه على طرف عيني هون وبلش اعمل بلندين هيك. هجيب بلندينج براش وبلش اعمل بلندينج الطرف. هجيب من ماك كمان اللون سوفت براون بالبلندينج براش، حطه فوق عظمة الكريس. ما عم فوت كتير لجوا، عم ضلني اكتر شي برا على الاطراف، مركز كتير على الاوتر كورنر. برجع بباليت من هدى بيوتي، رح استعمل هيدا الزهر اللي هون وخلطه مع البيربل. بعدني كمان عم بشتغل على القسم البراني من العين. هلا بس عم بعمل بلندنج لكل شيء. بعدها حجيب هدى بيوتي نيوت باليت واستعمل هود اللونين الذهبي والبينك، وحطه بنص الجفن، خلطهم مع بعض. هارسم هلا ايلاينر من بنفيت الرولكس لاينر. وبباودر من لوريال حجيب سفنجة بتجي هيك مشطوبة، بس احنا بدف طرفها هون. هركب لاشز على الطرف، ورح استعمل انجلات الجيلو، هنا بيجوا خصوصي بس للطرف. هخلي بس هيدا الميك اب يكون تركيز دايما برا العين حتى تعطي الشقلة والسحبة. هحط قلم نيلي بقلب عيني، عم بستعمل هيدا القلم من ميك اب فور ايفر. بعدها هادمج القلم النيلي بالماك سوفت براون. بعدها من هدى بيوتي نيوت باليت رح استعمل هيدا اللون اسمه رو. رح احط ماسكارا لعيوني من تحت. هعمل كونتورينج سريع بزيت الوقت برونزينج. هاستعمل فانتي بيوتي وبيجي ليكويد. استعمل ماك مينرالايزد باودر وثبت كل شيء. وبعدها حاستعمل ماك جيف مي سان. حاستعمل هلا بلاشر من شارلوت تيلبري اسمه تشيك تو شيك، رح احطه هون على راس خطوبي.
لأنه برمضان مثل حالتي هلا حاسة حالي مصفرة من قلة الأكل ف وتعب فرح كتل كتير بلاش من هون صراحة. أستعمل ليب لاينر من كايلي جينر اسمه كوكونات، وبعدها رح أحط ليبستيك من دوز أوف كولرز اسمه ترافل. هأستعمل هايلايتر بيكا، عم حط هايلايتر بس هلأ كمان على دمعة عيني.